السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد اليوم، جينا نهضر على الجوار رياض محرز اللي دا جائزة أحسن لاعب إفريقي وتفوق على لاعب نادي ليفربول ساديو ماني. دونك هاد اللاعب رياض محرز لاعب خارق وسان جوار ماني في كرة ويدير أو يقدم مستويات مليحة مع فريق تاعو ليستر سيتي، إلى جانب إسلام سليماني وفاردي. شفناه في الماتش تاع ليستر سيتي مانشستر سيتي، رياض محرز قدم تمريرة حاسمة الفاردي وسجل بها فاردي الهدف تاع ليستر سيتي، وإسلام سليماني قدم تمريرتين حاسمتين، واحدة الفاردي واحدة الكينغ. دونك رياض محرز يستاهل هاد الجائزة، وان شاء الله يكمل على هاد المنوال ويقدم مستويات مليحة مع فريق الوطني وفريق ليستر سيتي. دونك رياض محرز راهو يحتل المركز السابع عالميا، وهذه انجاز تاريخي، واي لاعب ما دارو ابار صامويل ايتو يحتل سابقا المركز الخامس كي كان لاعب في نادي برشلونة اللي هو نادي كبير. بصح مقارنة بنادي ليستر سيتي، رياض محرز قدم مستويات مليحة ويستاهل المركز السابع عالميا، وان شاء الله نشوفوه مرشح الكرة الذهبية الموسم المقبل ان شاء الله والمواسم القادمة ان شاء الله. ونهنئ رياض محرز على هذيك الجائزة اللي تحصل عليها، وان شاء الله يقدم مستويات مليحة مع المنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى له الافضل لمستقبلا. دونك كان معكم سالم، ما تنسوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي. ابيانتو بوغ نوفل فيديو. السلام عليكم.